رمضان يا شهر المغفرات، مرحبا يا شهر القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر رمضان، هو لا شك هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر قراءة القرآن وشهر الصدقات، لكن هناك عبادة يغفل الناس عنها كثيرا في رمضان وفي غير رمضان، وهذه العبادة يحبها الله عز وجل من عباده، يحبها كثيرا، بل هو سبحانه وتعالى دعاهم لها وإليها. هذه العبادة هي روح العبادة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الحج عرفة، قال في هذه العبادة: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فكثير من الناس يغفل عن هذا الإكسير وهذا السر، يغفل عن روح العبادة اللي هو الدعاء، وفي الدعاء الافتقار لله تعالى، وفيه تتجلى معنى العبودية. هذه العبادة هي ذأب الأنبياء، قال الله تعالى فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإسراع في الخيرات أحيانا يضعف فيحتاج إلى الدعاء، فالدعاء هو الوقود للمسارعة في الإقبال على الله عز وجل. وأنت أخي الكريم، لا شك في هذا الشهر المبارك، وأنت تقرأ القرآن، وأنت في سورة البقرة، وأنت تقرأ آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في ثنايا هذه الآيات المباركات تجد هذه العبادة كائنة راسخة، في ثنايا هذه الآيات تجد الله عز وجل يقول نبيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن وجود هذه العبادة التي هي الدعاء في ثنايا الصيام، لا شك أنها ما وضعت هكذا، وإنما هناك سر، ولعل والله أعلم من الأسرار، وأنت تكابد مشقة الصيام، تكابد الجوع، وتكابد العطش، وتكابد الإعراض عن الشهوات المباحة، تجد هذه اللفتة وهذه الهمسة تدعوك. فالله عز وجل يدعو عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كلما جاء السؤال تجد الله عز وجل يقول لعبده: قل لعبدي محمد، قل. يسألونك عن المحيض، قل. يسألونك عن الأنفال، قل. يستفتونك، قل الله يفتيكم. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن. دائما تجد هذه اللفظة قل. لكن هنا في هذه العبادة، وهي عبادة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، اللفظة ما كيناش، الواسطة في هذه العبادة ما كيناش،
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذه الإضافة إضافة تشريف. وإذا سألك لم يقل ربي سبحانه وتعالى العباد عبادي، أنت في مقام العبودية، والله عز وجل خاطب نبيه في أعظم سفر إليه سبحان الذي أسرى بعبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما كاينش لفظة قل، ولم يقل أسمع دعاءك أسمع دعاءهم، بل قال بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الصائم أيها الصائمة، الله يجزيكم بخير، ما نغفلوش هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وإن أكرم شيء عند الله عز وجل هو الدعاء، ما يخليش الإنسان، لأن لا إسراع لك وعندك في المسابقة إلى الخيرات إلا بالاستعانة. والله عز وجل لا يحب من يدعوه ويغضب عمن لا يدعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم وفقنا في كل خير داخل رمضان وخارج رمضان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رمضان يا رمضان يا رمضان.